الرحلة النهاردة هتكون في واحد من أهم وأشهر وأكتر الشوارع حيوية في مصر، شارع منه بتوصل لمعالم ومناطق إعجازية مليانة تاريخ وعراقة مصر المحروسة. النهاردة رحلتنا هتكون في شارع الأزهر، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. واحنا رايحين النهارده لشارع الازهر حبيت ابتدي رحلتي من هنا من ميدان الاوبرا، وبعدين هنروح على ميدان العتبه ونبتدي مع بعض الشارع من هناك عشان نربط الشوارع والمناطق ببعض ونعرف ازاي تتمشى وتروح من مكان لمكان بسهوله. احنا في ميدان الاوبرا وقدامنا تمثال ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا والمشهور في ميدان الاوبرا، وكمان من ميدان الاوبرا ممكن توصل لشارع الازهر في نصه كده لو طلعنا على كوبري الازهر، وكمان ممكن نوصل لصلاح سالم لو نزلنا نفق الازهر اللي كان موجود قدامكم دلوقتي. موجود على يمنا دلوقتي جراج الاوبرا، والمحلات اللي تحت الجراج معظمها محلات لبيع وصيانه كل انواع الساعات. قدامنا دلوقتي حديقه الاسبكيه الشهيره هنا والعريقه طبعا، واللي انشئت سنه 1872 على ايد مهندس فرنساوي اسمه باريل دي شامبك. دخلنا يمين كده من شارع حمدي سيف النصر، واللي هنوصل منه من ميدان الاوبرا لميدان العتبه. على شمالنا دلوقتي الجانب الثاني من كوبري الازهر، ودي للناس اللي جايه من شارع الازهر لهنا ولوسط البلد. هنفضل ماشيين وهندخل شارع الازهر من ميدان العتبه. على شمالنا دلوقتي المسرح القومي اللي موجود في ميدان العتبة، وواحد من أهم مسارح القاهرة وتأسس بأمر الخديوي إسماعيل سنة 1869. على يميننا دلوقتي مكتب بريد العتبة ومتحف البريد المصري، واللي فكرته بترجع للملك فؤاد الأول، واللي فيه بيحكي تاريخ البوسطة المصرية من وقت إنشائها سنة 1886. الغريبة إنكم من عند المبنى ده بيبتدي قياس أي مسافة ما بين القاهرة وبقية المحافظات، لأن جوه المبنى فيه نجمة كده تحت التمثال الخديوي إسماعيل، وكان بيعتبر النجمة دي هي مركز القاهرة. احنا لفينا كده في ميدان العتبة، وكان على يمنا شارع عبد العزيز وشارع محمد علي وكمان شارع الضبطية، وقدامنا دلوقتي شارع الجيش اللي موجود وبيتقاطع معاه شارع الأزهر اللي بالفعل دخلناه دلوقتي، واللي هو مسار حلقتنا النهاردة. شارع بقى ما اقولكش تجاري بشكل كبير جدا، وهتلاقي فيه عدد كبير جدا من المنتجات والأنشطة. الجزء اللي احنا فيه دلوقتي معظمه محلات لبيع الإلكترونيات المختلفة، وكمان محلات لتصليح السخانات والخلاطات والمكاوي وبيع العدد اليدوية والكهربائية وبيع الخراطيم وحاجات تانية كتير. كان على يميننا شارع العطار، واللي بيربط ما بين شارع الأزهر وشارع محمد علي، واللي مليان دهاليز ودروب وحارات مليانة بالناس اللي بتصلح الموبايلات، وكمان مليان بالمحلات اللي بيبيع اكسسوارات الموبايلات بأسعار مميزة جدا. كمان بيبيعوا في الشارع السماعات والفلاشات والسكرينات وكل اللي هتحتاجه للموبايل. ما زلنا موجودين في شارع الازهر وشايفين كم المحلات اللي بتبيع كل حاجه تقريبا. الشوارع اللي على يمنا دي بتدخلنا على منطقه المناصره الخاصه ببيع الاساس باسعار جباره فعلا. مازال كوبري الازهر هو الكوبري اللي فوقينا دلوقتي، وداخلين خلاص على تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الازهر، واللي لو دخلنا من شارع بورسعيد يمين هنوصل لميدان السيده زينب، ولو دخلنا شمال هنوصل لمناطق الأميرية والسواح والزاوية الحمراء، وحنعدي على مناطق كتير في طريقنا. احنا بالفعل كده في تقاطع شارع بورسعيد، وحندخل بقى على الجزء التاني من شارع الأزهر اللي بيوصلنا للجامع الأزهر، وبيوصلنا لمنطقة أو حي الحسين، وبيوصلنا لمسجد سيدنا الإمام الحسين. زي ما انتوا شايفين كده محلات جنب محلات جنب محلات في كل حتة، وناس كتير فرشة وبتبيع منتجات مختلفة. احنا بالفعل دخلنا الجزء اللي لسه كنت بحكي لكم عليه من شويه، وهيبقى على شمالنا كمان شويه صغيرين كده هنلاقي درب سعاده هي اللي موجوده على يميننا دلوقتي، والحمام التلات هو اللي موجود على شمالنا. والجزئين دول سواء درب سعاده او حمام التلات بيتباع فيهم مستلزمات المطابخ لكل اللي بيجي العرايس والعرسان اللي بيجهزوا بيتهم جديد. وزي ما كان الجزء اللي قبل شارع بورسعيد مشهور ببيع الالكترونيات ومشهور بتصليح المكاوي والخلاطات والسخانات زي ما كنت بكلمكم، الجزء بقى اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي ده هتلاقي معظمه محلات لبيع أقمشة الانتريهات والستاير وحافظات السجاجيد والفوط، وكل برضو اللي بتحتاجه العرسان والعرايس عشان يجهزوا.
زي ما انتم شايفين محلات كتير جدا، زي ما باينه جدا، لبيع الستاير والاقمشه. والشارع طبعا هنا متسمي على اسم الجامع الازهر، واللي هنعدي عليه كمان شويه صغيرين. شارع هنا انشاه الانجليز لضمان امكانيه نقل المعدات والوحدات العسكريه للمنطقه هنا، واللي كانت بتخرج منها ثورات كتير قوي، وبالذات ثوره 1919، واللي كان الجامع الازهر ليه دور مهم جدا في ثوره 19. شارع هنا كان اول طريق مستقيم وواسع، وكان موجود في الشارع بيمر منه ترماي. من الشارع هنا بتوصل لمناطق كتيرة مهمة وأثرية وحيوية في القاهرة. على يمنا دلوقتي وانت جاي هتلاقوا منطقة الغورية، والشارع ده بيوصلنا لمنطقة تحت الربع، ومليان بالمحلات اللي بيبيع الملابس وبيبيع الأحذية وبيبيع حاجات تانية كتير. كمان كان على يمنا دلوقتي وكالة الغولي، والشارع ده اللي هو شارع الطبليطة اللي بيدخلنا على متحف الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ اللي موجود في شارع الطبليطة، وبيدخلنا على منطقة البطنية واللي موجود فيها عدد كبير من الآثار هنستعرضها في خلال رحلتنا النهاردة، أو هنتكلم عنها في خلال رحلتنا النهاردة. عدينا الجزء اللي فات ده، وبقى على يميننا دلوقتي مسجد أبو الدهب، وبعديه على شمالنا مسجد سيدنا الإمام الحسين، وهو الجامع اللي على يميننا دلوقتي الرائع ده هو الجامع الأزهر. على يميننا دلوقتي الجامع الأزهر، وهو أهم مساجد مصر على الإطلاق، واحد من المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام، واحد من المساجد الأثرية الشهيرة في العالم الإسلامي كله مش في مصر بس. هو جزء من مؤسسة الأزهر الشريف، واتبنى في عهد الدولة الفاطمية في مصر بعد ما أتم جوهر الصقل فتح مصر سنة 969 ميلادية، وبعد ما بنى قصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بنى الجامع الأزهر عشان يصلي الخليفة فيه، وعشان يكون مسجد جامع للمدينة الجديدة وهي القاهرة، زي جامع عمرو بن العاص في الفسطاط وجامع ابن طولون في القطائع. الجامع الأزهر اتعرف الأول بجامع القاهرة، وتسميته بترجع في الأغلب تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. على يمنا دلوقتي مستشفى الحسين الجامعي، واللي لو دخلنا من وراها كده هنكون في منطقة البطنية، واللي موجود فيها عدد من البيوت الأثرية اللي بدعوكم تزوروها، بيت زينب خاتون وبيت الست وسيلة وبيت الهراوي وبيت العيني، مناطق خرافية وممتعة جدا، ولكنها يبدو إنها منسية. صدقني زيارتها هتسعدك جدا، وهيكون استمتاع مختلف عن رحلات المولات والكافيهات، رحلة ثقافية وكمان ترفيهية، وهتشوف إبداع ملوش حدود. احنا كده وصلنا لتقاطع شارع المنصورية اللي بقى موجود على شمالنا دلوقتي مع شارع الأزهر، واحنا طبعا في حي الجمالية ومنطقة الدراسة المهمة والعريقة. لو طبعا دخلنا أقصى اليمين كده هنوصل لنفق، بيوصلنا لشارع صلاح سالم في الاتجاه اللي رايح للعباسية ومدينة نصر. كمان لو دخلنا شارع المنصورية اللي لسه معديين من عديه من شوية صغيرين، هنوصل للعباسية والوالي، وعدينا على مركز شباب الخالدين اللي موجود في منطقة الدراسة اللي احنا موجودين فيها، وهنكمل طريقنا كده، وهندخل من جنب مشيخة الأزهر الشريف ومن جنب دار الإفتاء، وهنرجع من شارع صالح الجعفري اللي احنا موجودين فيه دلوقتي لشارع المنصورية، ومنه لشارع الأزهر، عشان نشوف الشارع من الزاوية التانية، ونرجع مرة تانية لوسط البلد من فوق كوبري الأزهر. زي ما انتم شايفين كده الشارع اللي بيقابلنا يمنا وشمالنا ده هو شارع صلاح سالم. لو دخلنا يمين هنوصل لقلعة صلاح الدين الأيوبي وميدان السيدة عيشة، وزي ما احنا هندخل شمال كده ده الاتجاه اللي هيوصلنا لغايه العباسيه ومدينه نصر ومنها لمصر الجديده. بالفعل على شمالنا دلوقتي مشيخه الازهر الشريف، وبعديها مباشره بيكون على شمالنا دار الافتاء المصريه، وزي ما انتم شايفين في كوبري كده للمشاه هو اللي بيعدينا شارع صلاح سالم، والجزء الرخامي ده هو الجزء او منزل نفق الازهر اللي لسه كنا بنتكلم عليه، واللي موجود تحت شارع الازهر. بالفعل احنا في شارع صالح الجعفري اللي كان عالم أزهري وكان إمام لمسجد الأزهر الشريف، وليه طريقة اسمها الطريقة الجعفرية، وهي طريقة صوفية. دخلنا بالفعل شمال كده، وموجود على شمالنا دلوقتي هو بعد مستشفى القاهرة الفاطمية مسجد الشيخ صالح الجعفري، اللي موجود قدام موقف أتوبيسات الدراسة أو محطة الدراسة الشهيرة جدا في شارع الشيخ صالح الجعفري اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. وبعد موقف الأتوبيسات على طول بتلاقوا حديقة الخالدين، كان الاسم ده مشهور جدا في منطقة الدراسة. احنا بالفعل هنخرج من شارع صالح الجعفري، وهيكون على يمنا وشمالنا شارع المنصورية اللي لسه كنت بكلمكم عليه من شوية. لو دخلنا يمين هنوصل لميدان الحلبي، وممكن كمان نوصل لشارع البنهاوي وشارع القصاصين اللي بيدخلنا على أسوار القاهرة القديمة، وعلى شارع المعز لدين الله الفاطمي. لو كملنا على طول زي ما قلت لكم هنوصل للعباسية، لكن احنا دخلنا شمال من شارع المنصورية عشان نرجع ونشوف شارع الأزهر من الزاوية التانية.
وزي ما شفنا كل الحاجات اللي متسمية على اسم الأزهر، الجامع الأزهر وشارع الأزهر وكوبري الأزهر ومشيخة الأزهر، كمان قدامنا مباشرة الأشجار العالية دي اللي موجودة على الهضبة العالية دي، هي حديقة الأزهر، وهي الأزهر بارك، اللي أدعوكم منكم كلكم تزوروا حديقة الأزهر. هتستمتعوا جدا في حديقة الأزهر، والجزء اللي قدامنا اللي ورا مستشفى الحسين الجامعي زي ما قلت لكم من شوية صغيرين، هو اللي هيدخلنا على منطقة البطنية اللي مليانة بالبيوت الأثرية. بالفعل احنا رجعنا مرة تانية لشارع الأزهر، وهتلاقوا على يميننا دلوقتي في عدد كبير من المكتبات اللي بتبيع الكتب التراثية والدينية. كمان ورا الجامع الأزهر في مجموعة أو منطقة كده ممتدة بشوارع ودهاليز ودروب مليانة بمكتبات بتبيع الكتب الدينية والكتب التراثية. الشارع هنا على طول زحمة، سواء من وانت جاي من العتبة أو راجع من صلاح سالم، لأن زي ما قلت مليان أنشطة ومحلات كتير جدا، وطبعا هو سوق مفتوح بأسعار مميزة جدا. احنا كده بالفعل على شمالنا الجامع الازهر مرة تانية، وقدامنا او لو دخلنا يمين اهو ساحة مسجد سيدنا الحسين في اللوحة او في الجزء المكتوب قدامكم مباشرة، وبندخل بقى على حي الحسين الجميل جدا واللي مليان بالجمال والعظمة والرقي، واللي مش بس بيعجب ويبهر المصريين لكن كمان كل اللي بيزور مصر بيحرص انه يزور الحسين وخان الخليلي وشارع المعز، وشوف جمال الاثار الاسلامية وتصميمات المساجد اللي ملهاش مثيل في اي حتة في العالم. انا حاولت ان انا اصور الشارع يوم الجمعة الصبح عشان نقدر نتفرج عليه بروقان كده، لان لو صورت في اي وقت تاني هيكون زحمة جدا جدا، وزي ما اقول لك سواء كنت جاي من العتبة او راجع من صلاح سالم لانه مليان بالانشطة والمحلات الكتيرة جدا. احنا بنكمل طريقنا في شارع الازهر، الشارع التجاري المهم جدا في قلب القاهرة، واحنا نعتبر في قلب او في منطقة القاهرة الفاطمية والدولة الفاطمية، واللي اثرها موجودة في كل المنطقة اللي حوالينا. كان الدولة الفاطمية زي ما كنا بنتكلم من شوية حبت تعمل لنفسها دولة مستقلة، فعملتها في المنطقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. عموما طالما جيت الحسين والجمالية فلازم تزور مسجد سيدنا الحسين، وتزور الجامع الأزهر، وتزور شارع المعز بأثاره المختلفة، وتزور بيت السحيمي وكالة الهوري وخان الخليلي. يعني الشوارع الجانبية هنا ساحرة بمعنى الكلمة، بالذات بالليل فعلا أجواء بتكون خيالية وليها طابع مميز جدا مش موجود إلا في مصر. هتتمشى وتشتري تذكارات لرحلتك الفريدة في المنطقة هنا. احنا لسه في شارع الازهر، وبالفعل بقى هنكمل رحلتنا من فوق كوبري الازهر اللي هيرجعنا مره تانية لميدان الاوبرا، ومن ميدان الاوبرا بندخل لمنطقه وسط البلد او ندخل على شارع الجمهوريه يمين وشمال، هتوصلنا لمناطق جميله جدا، وهنرجع تقريبا لجزء او من نفس النقطه اللي بدانا منها رحلتنا النهارده. زي ما انتم شايفين هو كوبري مهم جدا وبيعدي على تقاطعات مهمة جدا، هي تقاطع شارع بورسعيد وكمان تقاطع ميدان العتبة الزحمة بشكل كبير، يعني من غيره بصراحة كانت العملية هتبقى مش ممكن ان انت تقدر تعدي التقاطعات دي بسهولة. كمان نافع الازهر اللي موجود تحت شارع الازهر اللي احنا لسه كنا فيه من شوية صغيرين، هو اللي بيوصلنا مباشرة من وسط البلد لغاية شارع صلاح سالم، وكان مشروع مهم جدا، واللي اعتقد مع تطوير القاهرة الفاطمية هيكون في تصور لنقل الأنشطة التجارية من هنا، ويمكن شارع الأزهر يكون بقى مزار سياحي عالمي يعني، وهو يستحق بالفعل كده. وما زلنا فوق كوبري الأزهر. من فوق بقى كوبري الأزهر بنشوف تداخلات لعمارات جديدة مع عمارات وبيوت قديمة، ويمكن آثار السنين لسه باين عليها، وبصراحة بتحتاج لنظرة عناية شديدة جدا. احنا كده زي ما انتم شايفين عدينا على تقاطع شارع بورسعيد، وهندخل مباشرة دلوقتي اهو بقى تحتينا في نفس كده، هو ده ميدان العتبة اللي موجود تحتينا مباشرة دلوقتي، وهنعدي مرة تانية على المسرح القومي، ويمكن كمان في مسرح القاهرة العرايس اللي موجود في ميدان العتبة، وموجود جنبيه مباشرة سور الأزبكية المشهور جدا اللي بيبيع الكتب القديمة، بصراحة من الأسوار الرائعة جدا، وهيكون ان شاء الله لينا زيارة لسور الأزبكية قريب جدا بإذن الله. احنا بالفعل نازلين كده مرة تانية بقى من كوبري الأزهر، وقربنا على نهاية رحلتنا النهاردة، لكن أنا هكمل بيكو حتة صغيرة كده، وهندخل في الشارع اللي في وشكو مباشرة ده، واللي بيقابلكوا أول ما تنزلوا من كوبري الأزهر، وهو شارع عدلي باشا.
احنا بالفعل كده نزلنا من كوبري الازهر وبقينا في ميدان الاوبرا، وهيقابلنا او يقطعنا يمنا وشمالنا في ميدان الاوبرا، وده شارع الجمهوريه، والشارع ده لو دخلنا شمال هنوصل منه لميدان عابدين، ولو دخلنا يمين هنوصل منه لميدان رمسيس. لكن زي ما قلت لكم هنكمل طريقنا في شارع عدلي، مناطق جميله جدا وبتحتاج صيانه وابراز، وكمان محتاج جولات تعريفيه، ومحتاج ان الاعلام يسلط الضوء على المناطق دي، ولكن بشكل اكثر جاذبيه وتشويق، لان فعلا المزارات دي تستحق الزياره وتستحق ان انت تستمتع بيها. صدقوني التاريخ هنا بيتكلم لوحده ومحتاج اللي يسمعه، فاعتقد احنا كمصريين اولى الناس بسماعه، كمان بنستمتع بكل اخواتنا من كل بلاد العالم واللي بيشرفونا وينورونا في بلدهم التاني مصر، ومصر زي ما كلنا عارفين هي ام الدنيا. اتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت في شارع الازهر تكون عجبتكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.